تحية طيبة لكل متابعينا ومشاهدي الفرات والفرات داركم وما تكونون، نحييكم بأجمل تحية ونرحب بكم بيوم جديد وأكيد كثير من الأمور والمواضيع اللي راح نتناولها لهذا اليوم. حياك الله يا علي. حياك الله أمنا، حياكم الله أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج الفرات داركم، والفرات هي دائما داركم وعنوانكم. اليوم عندنا كثير من المواضيع المهمة والفقرات المتنوعة، ومحور حلقتنا لهذا اليوم مشاريع النساء بصمة نجاح. أكيد عندنا كثير من الجولات راح تكون ويانا خلال مشوار حلقتنا لهذا اليوم، لكن بعد هذا الفاصل. خوب زين. إذن رجعنا لكم بعد هذا الفصل القصير، وأكيد رجعنا لفقرة ترند، كثير من الترندات اللي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي من أهمها وأبرزها واللي تكون دائما قريبة لقلوب المتابعين وعامة الناس لشخص من الحشد الشعبي بعد يوم طويل ونهار طويل من العمل، نومة أثناء يعني بعد انتهاء الواجب أو بعد العمل لساعات طويلة. تعالوا خلينا نشوف تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع، بعد كده نرجع لكم، خليكم ويانا. جبناها بالدم مو سهل، جبناها وارواح لجل حسين قدمناها، فتوى النواصب بالوحل دسناها. جبناها بالدم مو سهل، جبناها. إيش قد نتعب بساعات الدوام وطول النهار بالنسبة إحنا اليوم، إحنا كمقدمين برامج أو بالنسبة لعامة الناس كموظفين، لكن بالنسبة للتعب اللي يقضي اليوم القوات الأمنية والحشد الشعبي طويلة جدا، بالإضافة إلى قوة التركيز، ولا بد أن تكون اليوم بصحة عقلية جسمانية نفسية تمام التمام. إذا كثير من التعليقات اللي وردتنا بخصوص هذا الترند، أولها مع حيدر هادي يقول الله يحفظهم أبطال، شوفوا رغم التعب والواجبات بس هم أسود، الله يحفظهم ويحفظ كل قواتنا الأمنية البطلة، ربي يحفظهم ويكتب لهم بكل خطوة سلامة، لأن هم أساس اللي يحفظون الأمن وسلامة هذا البلد. بالتالي كثير من التعليقات أيضا اللي وردتنا بهذا الترند. كريم مهدي يقول ما حد يعرف كمية التعب والجهد اللي يبذل أبطال قواتنا الأمنية، يعني والله العظيم يهلكون، فعلا يهلكون بالواجبات والممارسات. وبالتالي أيضا كثير من الأمور اللي إحنا قد تغيب عن أنظارنا وتغيب عن أنظار الكثير، يقول لك شنو جاي يسوي هو؟ لا مو جاي يسوي هو، كثير من الأمور اللي يخلي نقول إنه يأمن لك إياها، أمن حياتك وأمن بلدك، أمن الطرقات، كثير من الأمور اللي تكون أنت غايبة عنك أو مغيبة عنك. الترند الثاني، قبل ما أتكلم عن موضوع الطفل، يعني عندي فد نصيحة كلش صغيرة اللي كثير من أمهاتنا، يعني ما وارد أنه كثير من الترندات اللي كانت موجودة على الانستغرام أو على الفيسبوك، طفل رضيع يزحف كيف طلع من البيت واتنهشت الكلاب السائبة، هذا مو موضوعنا. لكن أنا أقول اليوم بالج على طفلك، صح عندك ساعات كثيرة من الدوام، ساعات كثيرة من العمل، لكن مو معناها أنه أنا اليوم أنسى أطفالي وأتيهم. بالتالي هذا الطفل سقوطه كان سبب بإنقاذ حياته. راح تقولون شلون؟ راح أقولكم تعالوا وياي خلينا نشوف، بعد كده جاياكم.
يعني ربك انت عمر، بس جوز احكي حشاي والكل يزعل معدة، لكن خليني احكيها. هذا اللي رايح بها كان صار معيش العائله كليتها، ولو ما هو العائله تموت. وبالتالي لا، احنا اكو شيء اسمه نصيحه، لابد ان انت اليوم تقدم النصيحه. عينك على مالك دوا، وعينك على جهالك ما يصيبهم شيء. وبالتالي صح رحمه الله موجوده، لكن الله انطى اليوم للبشر عقل وميز عن اجلكم الله الحيوان. أروى حميد تقول ويا العباد لطيف بعباده وعالم بحالهم، شوفوا شلون قدر ولطف. يعني هذه الطفله لو ما واقعه كان ماتت، وفعلا كان ماتت. لا تقول لي انه السايق منتبه، ما منتبه، لانه وقع حاله الشارع صار، يعني خلينا نقول مسح ويا طابوقه بالفعل يعني. وبالتالي احنا نقول خليك شويه انتبه. صح ماكو ساحات، صح احنا اليوم نحتاج الى ساحات، صح احنا اليوم نحتاج الى مواقع ترفيهيه للاطفال، بس مو معناه انه انا اسيب اليوم جهالي بالشارع واخليهم يلعبون بالطرقات. نهلا علي تقول الله هو اللطيف الخبير، وربما ظن ما تمر بضيق لكن قدر الله ليفرج عنا. بالتالي احنا نقول انه الفرج صح من الله سبحانه وتعالى، وكل ما هو موجود هو مقدر ومكتوب على الجبين. لكن بالتالي احنا نقول عندك اليوم امور بحياتك لابد انه انت اليوم تاخذها بسلاسه، تاخذها ببساطه، لكن مو معناها انه انا اليوم اهمل كل امور حياتي واخليها بامر الله. طبعا الله سبحانه وتعالى هو لطيف خبير مثل ما قلنا بالناس بكل تأكيد، لكن أكيد رعاية الأهل مهمة جدا تكون. اليوم لما أخرج الأطفال إلى شارع ما انتبه عليهم دلالة على عدم حس المسؤولية اللي عند الأهالي. يجب أنه نكون أكثر وعي بهذا الجانب. اليوم عوائلنا وأهلنا وناسنا يجب أن ينتبهون انتباه جدا كبير. صح من الممكن صعب جدا أن الأطفال تراقبهم مدى 24 ساعة، لكن هذه مهمتك. الله سبحانه وتعالى أنطاك هذه الذرية حتى تحافظ عليها، وبكل تأكيد حياتهم هي أمانة بعنقك بكل تأكيد. يعني صراحة مشهد مؤلم، وكل بالاستوديو شفناهم زملائنا تأثروا بحقيقة. يعني لو ما هذه الوقعة كان راح هذا، هاي روح راحت. وحتى شفت انه شايف اللي من واحد يوقع يقول معقول انا وقعت وقمت من الموت وما بي شيء، يعني اكو فد فزعة كانت ردت فعل عنده، بحيث انه نفض ملابسه ورد رجع لمكان نفس المكان اللي هو كان بيه. وبالتالي احنا نقول يعني حافظوا على اطفالكم. حتى وان كنت انت اليوم حالتك الماديه فقيره، حالتك الماديه خلينا نقول على قد حالك، مو معناها ان اليوم هذا فرذه كبدي، هذا من دمي ولحمي يوجعني. يوم من يوقع واحد يطخ يوجعني. وبالتالي انه ما اشكو موضوع انه اشكو دائما همي لله سبحانه وتعالى، اقول الحمد لله والشكر على هذا الحال. اكو بعض العوائل يهلك نفسه بالشغل 24 ساعه، هو فعلا مثلا احنا مثلا المعيشه عنده مو ميسره، لكن يهلك نفسه بالشغل ويتناسى شيء جدا كبير. انت لمن تشتغل؟ الى العائله، فبالتالي يجب اهتمام نفس العائله، توجيه، وبالتالي هذه كلها تنطلق. يعني والله تصادفنا احنا بالشارع، كاحنا لما نسوق سيارات وصادفنا مثل هذه الحالات، نمشي بالشارع وعلى فجاه الطفل اللي عبر امامك. صارت حادثه يعني قبل تقريبا ايام وياك علي، صارت اكثر رده فعل بالموضوع. طبعا رده فعل جدا كبيره، ولكن الحمد لله والشكر لما اهل الناس كانوا طيبين خيرين وتفهموا فعلي. لا انا بخبر كان لا يعود الله لا يقولها. نعم. من موضوع الترند الى موضوع اخر، كثير من الحلقات صدفت انه انا وعلي نتكلم عن مشاريع خاصه بالنساء. هسه بعد هي صدفه مقدره الله اعلم. اليوم موضوعنا ايضا يتكلم عن مشاريع خاصه للنساء، مشروع لاحدى بناتنا يتحدث عن العباءه. العباءه لها هيبتها، لها خلينا نقول اللي يلبسوها، خلينا نقول لبس هذه العباءه مميز جدا، يختلف موديلها من او مصممها تصميما من والله شخص صراحة الى اخر. انا بالبدايه ما تهمني العباءه قد ما تهمني المشاريع بالذات. اليوم حقيقة ما نشوف شباب يسوون هذه الخطوة. المشاريع مهمة جدا تكون، فقط انه تتمنى انه الله يوفقك وعندك امل، هذا مو صح، مو الاساس. يجب انه تعمل بالاسباب، الرزق الى اسباب. اليوم لما نشوف نسائنا العراقيات الصابرات انه يقدمون فد شيء الى نفسهم ويعلون نفسهم، هذا جدا كبير، وايضا مردودة على الحالة النفسية انه تشيل نفسها مصرفها، هذا دلالة على شيء. حتى فاتحات بيوت يكون هذا مهم
جدا حقيقة، وإن شاء الله مشاريع تتوسع بشكل أكبر. وأيضا شبابنا، أنا أقرأ اللي بداخلك تقول أنه ليش دائما مشاريع الصغيرة أو المشاريع اللي تكون بها يعني خلينا نقول مدخل جيد تكون دائما النساء متصدرة بيه؟ ليش مع أنه اليوم الشباب بدل ما أنه يعيب حالة ووضعه وزمنة ويعلق كل فشلة بسبب الزمن أو بسبب الظروف الاقتصادية أو الاجتماعية؟ أعمل كما تعمل المرأة بحذافيرها، كل شيء متاح للمرأة متاح لك أيضا. خلينا نشوف الستوري، نشاهد هذا الستوري أعزائي المشاهدين ونرجع بعده. حياكم الله ومساكم الله بالخير والعافية والبركة بقصة جديدة من برنامج الفرات داركم. الرجل الداعم والمساند لزوجته ممكن هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى ما تتوفر لأي إنسانة. أحيانا يكون الدعم بشغلها، وأحيانا يكون دعمه مساندته إلها داخل البيت، وأحيانا يكون دعمه بحكاية حلوة تجبر خاطرها وتنطيها قوة. القصة اللي راح نشاهدها اليوم والمشروع الجميل اللي راح تشاهدوه بعد شوية ممكن ما إجا بالساهل ولا وصل لهذه المرحلة لولا مساندة زوج لزوجته، ولولا مساندة الله سبحانه وتعالى لهم، وبفضل بركة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام وصل هذا المشروع، مشروع منور اللي إن شاء الله راح تعرفون تفاصيله بالدقائق القادمة لهذه المرحلة. خليكم ويانا للتعرف أكثر على هذه القصة الممتعة والجميلة بنفس الوقت. شكرا جزيلا، ربي يسلمك. حياك الله منور ويسعد مساك بكل خير وعافية. طبعا اليوم احنا جينا حتى نتعرف على منور، هاي الإنسانة الطيبة الحلوة الشابة بنفس الوقت وصاحبة المشروع المميز. أهلا وسهلا بيك حبيبتي ست ابتسام الجميلة المتألقة اللي كلش فرحتينا بزيارتك هذه، شرفت الفرات اليوم بدارنا مثل ما يقولون فرات داركم. أم نور احنا اليوم جيناك حتى نتعرف على أم نور، هاي الإنسانة الجميلة المتواضعة وصاحبة المشروع المتميز بنفس الوقت. نريد السيرة الذاتية، نعرف المشاهد بأم نور. أنا زهراء القريشي من مواليد 91، حصلت على البكالوريوس سنة 2012، حاليا أنا متزوجة عندي 3 أطفال، حصلت على الماجستير سنة 2018 بفضل الله، وبعدها انطلاق العباية ستايل، وكنت معيدة بأحدى الجامعات العراقية. أم نور يعني اللي ثار انتباهي هو تمسكك بالعباية، يعني زين دخلنا داخل البيت اكو سر وراء هذا الموضوع. اليوم انت ترتدين العبايه وانت معيده بالجامعه، او خلينا نقول حتى خارج البيت التزاماتك ابسط تفاصيلك وانت مرتديه العبايه، اكو قصه وراء هذا الموضوع؟ انا بمرحله البكالوريوس كنت البس اللبس الفضفاض اللي مثل حضرتك الشرعي، لكن بعد ما تزوجت بدايه الزواج بحب وقناعه ابو نور يلح انه شفت تلبسين العبايه، العبايه حلوه، العبايه يعني كان يقنعني بطريقه كلش حلوه. قلت يعني موافقه هذا الشيء وانا احبها، وكنت ارتدي العبايه الا بالحرم الجامعي. بس كنت متخوفه ارتداها بالجامعه. حقيقه الامر كان توهم بعد ما تاكدت انه بعد ما لبست العبايه انه هذا كله وهم، انه انا متخوفه من لبسه العبايه داخل الحرم الجامعي. وشفت العبايه انه هي ما هي تعيقني اصلا، هي زادتني قوه، ثبات، عزيمة، إرادة. حسيت أنه هي يعني في الشيء قوى موقفي. أريد نتعمق بتفاصيل المشروع، احكي لي عن مشروعكم اليوم، شلون بدأ المشروع، بدايتكم شلون كانت؟ السببين انطلق مشروع عباية ستايلات، السبب الأول والأهم هو السبب العقائدي الديني اللي يحمل به رسالة السيدة زينب اللي ما عاقتها عبايتها وإن دخلت مجالس يزيد لعنة الله عليه. فاليوم البنية اللي متمسكة بعوايتها تقدر تلبسها بوظيفتها، سواء كان بالدوام مالتها، إذا كانت عندها مناسبة معينة مستحيل تعيقها وتخلي مثال قدامها مثال السيدة زينب والسيدة الزهراء عليهم السلام. أما السبب الثاني هو متطلبات الحياة وما تحتاجه الحياة من ظروف الحياة، تحتاج معيشة، ومو واحد يعتمد على الوظيفة، ممكن يحتاجن عنده مسؤوليات أطفال، متطلبات مدارس إلى آخره من المتطلبات الأخرى. وكذلك نحث شبابنا وشاباتنا أنه يستقلون بمشروعهم الخاص اللي يجون من عنده
ثمره تفيد المجتمع مثل ما يقولون، ويزيدون ويعلون شويه من الاقتصاد البلدي الموجود مالتنا الموجود عندنا. حبيبتي ابتسام الجميله، اليوم انت زرتينا وتفاجئتي بالعبايه واللبس الفضفاض وشجعين عليه، شنو رايك اخذك بجوله بس ابدل عبايتي واجي وياك؟ يلا. طبعا عاشت ايدك ام نور على المفاجاه، متحمسه انه اتجول بالمكان، وبنفس الوقت اريد اعرف تفاصيل عن المشروع. يعني انت ما كنا قاعدين بالبيت قلتي انه الموضوع اجى وصار وتطور نتيجه ايمانكم وثقتكم بموضوع العبايه. نلنا الثقة العتبة الكاظمية المقدسة بتجهيز 2000 على العباية، وهذا كله توفيق من رب العالمين انه يصير تكريم للطالبات الزينبيات المرتديات العباية الزينبية داخل الحرم الجامعي. طبعا بفترة قياسية تم تجهيز هذه الكمية، والحمد لله والشكر احنا قدمنا كل التسهيلات حتى يتم الموضوع على خير، وبالاضافة لتكريم الطالبات من قبل العتبة الكاظمية المقدسة احنا ضفنا كوبون تخفيض للطالبة المرتدية العباية زينبية داخل الحرم الجامعي. النور يعني ما شاء الله، واني اتجول بالمكان شفت مجموعه من الموظفات الحلوات المرتبات اللي هم يرتدون العبايه، شنو السر بهذا الموضوع؟ وش قد عدد الموظفين والموظفات هنا؟ السر حبيبتي هو انه احنا الكادر اللي حرصنا يكون كادرنا عراقي اصلي 100%، بالاضافه لهذا يكونون البنات اللي موجودات داخل الافرع او شركه التجهيز يكونون مرتديات العبايه الزينبيه، يعني هذا حرص تام، حتى لو كانت هي ما ترتدي العبايه بس نظام عملنا مثل ما يقولون اليونيفورم مال الشغل مالتنا. خلينا الاساس عملنا قلنا المصداقيه، شلون تكون هي المصداقيه؟ باختيار القماش الكواليتي الجوده العاليه. النقطه الثانيه والاهم انه احنا ما قصفنا من عرض العبايه، يعني شلون؟ احنا بامكاننا كلش وبدون ما يحس الزبون نهائيا انه ناخذ من العروض مالتها بحيث مكان ما يطلع الطول عندنا 10-12 عبايه نطلع مثلا 16 عبايه، بهذه احنا زادت التجاره مالتنا، زادت ارباحنا، بس احنا ممكن قصرنا من الناحيه الشرعيه. زين، فانتم هذه النقطه ملتزمين كلش ملتزمين بها، كلش حذرين بها، حتى فصالات مرات نحب نسويها ننفذها بالعبايه، بس من نشوف بها اكو نوعا اشكال ضيق العبايه تؤدي الى ضيق العبايه، لا ننفيها ونحاول نغير من الفصال في سبيل نخلي ما يواكب لبس الفضفاض الشرعي. يعني هذه كانت مرحله من مراحل تجهيز العبايه الزينبيه، يعني سعيده اليوم موجوده بينكم ام نور. شكرا جزيلا لك، تعبتش وياي، تعبت ابو نور وياي، لكن ضروري اليوم نسلط الضوء على هيك مشاريع ترفع الراس وبنفس الوقت تبيض الوجه. الله يوفقكم ان شاء الله. الله يوفقكم. طبعا اللي عجبني بهذه القصه مشاهدينا الكرام هو حرص ابو نور وام نور على استثمار الايادي العراقيه وايضا الطاقات العراقيه، مثل ما نقول خيرنا النا، خيرنا ناسنا الأهلنا، بدال ما يجيب جنسيات ممكن من برا تشتغل من خارج العراق وأيضا يستثمر وجودهم بهذا المكان وهذا المشروع، لا حرص تكون الأيادي عراقية بامتياز. نلتقيكم بحلقات جديدة وقصص أخرى ومشاريع نجاح مميزة مثل هالمشروع الحلو. مع ألف سلامة.
بعد ما شاهدنا هذا الستور المميز جدا، شكرا لزميلتنا ابتسام، فعلا جميل جدا. جميل جدا بكل تاكيد. طاقه يجب ان تعرفين رايي بهذه المشاريع، انا دائما ما ادعم هذه المشاريع، خاصه برنامج الفرات داركم ما دائما ما يدعم هذه المشاريع حتى نقدم فتشي للمجتمع. اليوم كل صاحب مشروع، كل صاحب فكره ممكن يريد يقدمها للناس، احنا ابوابنا مفتوحه من خلال برنامجنا وقناه الفرات بكل تاكيد. بالتالي خلينا نرحب بصاحبه المشروع الجميل جدا اللي فاد كثير من البنات وبإشادات كثيره، وصلوات على محمد. احنا نقول ندق الخشب. زهره حياك الله. حياكم الله، مساء الخير عليكم وعلى متابعيكم. شكرا لاستضافتكم الحلوه لنا بهذا البرنامج اللطيف بقناتكم الموقره المحترمه اللي نعتبرها قناه الدائمه العبايه ستايل. كلش احنا لكم معزه خاصه بقلبنا. الله يسلم حياك الله زهره. بالبدايه اكو قصه مثل ما خبروني بالاعداد، قصه ارتداء العبايه، شلون ارتديت العبايه؟ اكو قصه؟ اي اكو سر وراء هذه القصه. العبايه هو طبعا أنا مثل ما أقول هو المشروع كبدايته هو ارتدائي للعباية. أنا كنت أرتدي للعباية، ما كنت أرتدي العباية العفو، كنت ألبس لبس فضاض مثل لبس حضرتك، بس ألبس العباية بكل الأماكن إلا الحرم الجامعي. أنا معيدة بأحد الجامعات العراقية. ما شاء الله ما شاء الله صلوات. الحمد لله. فكان أبو نور زوجي كل الاحترام والتقدير إلى وتحياتي إلى أكيد هسه هو يشاهدنا. تحياتنا. دائما نقول وراء كل رجل عظيم امرأة أعظم. لا، وراء كل امرأة عظيمة رجل أعظم. بالحب والقناعة كان يحثني على لبس العباءة. جميل. فكنت اني اتوهم انه العبايه تعيقني بعملي، كنت اقول لا ما اريد، ما اقدر البسها بالحرم الجامعي، اني ادخل بمختبرات هندسيه تعيقني بحركتي بايدي ما اعرف ايش. فهنا قال لي اوكي فكر شنو اللي العبايه اللي تلبسيها ما تعيقك. هنا بدت الفكره شلون تتكون، شلون كنت اني البس العبايه اللي ما تعيقني، شنو المميزات اللي تكون بالعبايه اللي راح ارتديها. فخليت فكره ورسمت بمخيلتي فد تصميم معين، الحمد لله صارت عندي الله وفقني دراستي الماجستير انا وابو نور. فشفت عبايه اللي برسمتها بمخيلتي حتى وقال لي فقط لان هي عائق من الممكن او من الممكن اكو نظره بالداخل الحرم الجامعي او هيك شيء. اصلا احنا من الوقت اللي لبست العبايه من المرتديات اللي لبس الفضفاض الجبن كلش هوايه، اصلا ماكو لا نهائيا كلش قليل. أنا بال 2012 تقريبا دخلت البكالوريا. صحيح بال 2012 2013 صحيح بالضبط. صح قليل. فمن وصلت لمرحلة العباية ماكو، يعني اوكي مرتديات الجبة صار نوعا ما بس يبقى فعلا خاصة الجامعات الأهلية شوية فعلا يعني هاي ليفل فشوية مو مثل بس يوم من تلبس لبس فضفاض أو تلبس العباءة تكون جذب لأنظار كثيرة من الناس ويستغرب ويحب إنه يخلي نقول يتمحص ويتفحص بالنظر. بالتالي موضوع الهندسه فات زهراء بموضوع تصميم العباءه. بالضبط، لان الهندسه مو شرط انه احنا نطبقها بمعادله رياضيه كان تكون مثلا معادلات رادر لابلاس او فاير ترانسفورم او لغات برمجيه كودات ثابته احنا نخليها حتى نستثمرها بمشروعي، لا، بس المهندس هو يكون اوبن مايند من ناحيه تفكيره لان يحل المعادلات يصير قادر على يكون مبدع باي مجال، فاحنا استثمرنا هذا الابداع بمجال شغلنا. عقله يكون واسع تفكير. فضلا عن انه احنا احتاجينا بشغلنا مثلا بدايه الشغل مالتنا كانت حجوزناتها نعتمدها يعني بجروبات نحجز الحجوزات تسهيل من رب العالمين، وفضل رب العالمين صارت الحجوزات هواي، زين انا شلون اسيطر على هذه البيانات؟ شلون انا اقدر احافظ على انه ما يضيع عندي طلب؟ فصار تطبيق عقل مستثمر جبار نفس الوقت. فاعتمدنا على تطبيق ولحد اليوم احنا نستخدمه من 2018 بحيث انا اقدر اوصل للداتا بيس مال الزبون من خلال كبسه زر مثل ما يقولون معلومات تخص الزبون. طيب زهراء بدنا نتكلم عن مشروع كبير جدا، من الممكن كل مكان بدنا نشوف لافتات واعلان لهذا المشروع، كل بدايه تكون صعبه اكيد، فشلون بدايه هذا المشروع كانت وياس وانطلاقة حقيقية بالوصول إلى الناس؟ يعني المكان الماكينة كل هذا التحضيرات كاملة. هي البداية الفعلية اللي صارت بآخر سفرة دراسية لمناقشة الماجستير. آخر سفرة دراسية لمناقشة الماجستير أنا وأبو نور رصدنا فد مبلغ مالي كأن يكون $800 لشراء أو نستورد هو عبايات
يعني خلينا عليها لمساتنا او ما تناسب مجتمعنا العراقي، لان ببدايه المشروع هو كان استيراد. جميل. بس لمساتنا من البدايه موجوده، شنو هي اللمسات اللي خليناها؟ القالب اللي احنا استخدمناه، لان خلينا الاساسيات المصداقيه كان تكون مثلا القماش ممتاز، او خلينا ببالنا انه العبايه تكون فضفاضه، ما قصرنا من العرض، وهذا سر من الاسرار اللي احنا نعتبرها اساسيه بمشروعنا. يعني احنا مو ضد مبدا الحداثه، بس بنفس الوقت الاحتشام. فتوفقنا وشرينا هذه المجموعه البسيطه من العبايات. اعتقد مو اعتقد انما واثقه انه سبحان الله، الله سبحانه وتعالى انه وفقنا لهذا المشروع. ما حسينا بصعوبة نهائيا، وإن كان العائق مثلا المال المادة أول شيء، بس ما حسينا بصعوبة نهائيا. فبداية الموضوع بعد ما اشترينا هذه الكمية من العبايات توكلنا على رب العالمين، ما خاب من يتوكل على رب العالمين. أي بعدها خلينا الأشياء اللي تخوفنا، لابد أنت بعد ما تتوكل على رب العالمين أكو أشياء تخوف كل إنسان داخل يعني مشروع جديد، وخاصة إذا هو ما يملك آخر ما يملك. إحنا قلت لك أنا رصدنا، بس حقيقة الموضوع هو هذا آخر ما نملك، آخر ما نملك. فإيش صار عندنا؟ فأنا قلت لأبو نور، حتى قلت له نعتبر هذه المجموعة من العبايات اللي أخذ اشتريناها في حال ما مشوا، لأن كل واحد يكون متخوف من الفشل، ماكو خسارة، أنا ألبسهم مدى الحياة. فقال لي أوكي خلاص، إذا إحنا هنا ما راح نخسر شيء، بس اشترينا شيء مقدم. حلو. فإذا إحنا ابتعدنا عن كل شيء سلبي واتجهنا كل الإيجابيات واتكلنا على رب العالمين، إجا هنا أساس منه إنشاء صفحة. أبو نور كلش ممتاز بالتسويق الإلكتروني، حتى كان أتذكر أنه مشروع الماجستير رادة الحوكمة الإلكترونية وهيك شيء يدخل بالصفحات، وقتها عارضوا بعض الأساتذة، بس هو كان عنده نظرة كلش بعيدة مستقلية. كلش بالضبط. فهنا أساس التمويل الناجح طريقة التسويق، كتابة المحتوى استهداف بشكل الجمهور كذلك. استهداف بالضبط، حتى الاسم عباية ستايل اللي اختاريناه كلش يعني مودرن، ربطنا بين الحداثه، انه العبايه ما تكون بمعزل عن اقرانها، عن اي وحده لابسه اي لبس عادي، سواء كانت لابسه عبايه العفو او لابسه لبس فضفاض، المهم احنا ما نخليها تعيش بمعزل عن الناس. فعلا. اول مكان اختاريناه لفتح العبايات ومحل العبايات هو كان شارع الربيعي. شارع الربيعي ولا بالمنصور؟ لا، اول شيء شارع الربيعي، حتى الكل تعجب، وهذا كان تحدي كبير بالنسبه لنا، لانه يعتبر من الاماكن الغاليه خلينا نقول كايجارات، وك مو ذا طابع من الممكن عبايات موبايلات هو بالضبط معروف. بالضبط. لو اكو لا ليش صارت بمولات والبسه بس احنا مردنا ام العبايه او ذات اللبس الفضفاض انه هي تكون قلت لك بمعزل عن اقرانها، انما هي تقدر تروح الافضل شارع باعتبار احنا على جهه الرصافه، افضل شارع عندنا زيونه شارع الربيعي وحتى المنصور بالمنصور. فهذا كان اول، بعيدا عن ارتداء المكانات المعتمده لبيع العبايات كتكون الكاظميه بالضبط، مدينة الصدر وهكذا. بعدها بعد دراسة فتحنا بالمنصور، ومن ثم حولنا الفرع الربيعي إلى بغداد الجديدة. من بعدها توسعت إلى أن تكون عندكم بباقي المحافظات 6 أفرع. هذه التوسعة تحتاج إلى معمل كامل بتصاميم خلينا نقول يعني متجددة، بأيادي عاملة كبيرة مثل ما شاهدنا، يعني أكو كثير من اللعبة موجودة، هذه كيف سيطرتوا عليها؟ المكان، الأيدي العاملة، وحتى المكننة. بالنسبة لل يعني للمشروع بالبداية قلت لك اعتمد على الاستيراد بوفق معايير خاصة احنا خليناها قالب العباية إلى آخره. بعد فترة بسيطة من العمل أنشأنا ورشة صغيرة بها عدد من الخياطين، اعتمدنا على نفسنا نوعا ما، بس التحدي الأكبر في زمن كورونا توقف الاستيراد، كله هنا صار الاعتماد الحقيقي، واحنا من هذا الوقت 100% اعلنا انه احنا ننتج عبايات عراقي خاص، وايادي طبعا، ايادي العمال اللي يعني الموظفين العفو، سواء كانوا على اداره الصفحه، المندوبين الخاصين توصيل مناطق بغداد، الخياطين، الخياطات، الموظفات الموجودين داخل الأفرع، كاتبة المحتوى، التصوير. على هذا الموضوع حقيقة مهم جدا، يعني مثل هذه المشاريع تفتح أي مثلا بيوت وأيدي يعني عاملة جدا كبيرة، مو مشروع خاص فقط إلى صار بالضبط للعالم. عدد العاملين من ممكن إذا إحصائية موجودة اللي يشتغلون داخل هذا الباكج؟ تقريبا من 60 إلى 70، تدري بين واحد موجود يطلع وآخره. اعتمدنا الموظفات
الفتيات الموجودين داخل الأفرع هم نساء حصرا. ليش كلهم يرتدون العباءة؟ لأن إحنا أول شيء هو طبعا بسببين. السبب الأول اللي يرتدون داخل المحل عباية إنه هي حتى تكون تنظر يعني تلبس شيء شلون نقول إن يونيفورم لكل منتج أنت تبيعه. مو فقط هذه، وإنما أنا يعني بالنسبة لي كوجهة نظري إنه أنا اليوم من أخلي العاملة تلبس عباءة داخل المعمل بالتحديد، أبرهن للعالم كله إنه هاي العباءة ما راح تعيقك في عملية التفصيل أو عملية الخياطة. صحيح صحيح. والسبب الثاني إحنا حتى بالشركة بنات مثلا ما يتعرضون للزبائن ويشوفوهم أو فشي، بس هم إنه نفرض عليهم داخل يعني وقت عملهم يلبسون العباءة. هو السبب الثاني صراحة هو خاص، بس يلا أوكي نقول لكم ماكو مشكلة. إحنا نتقيد باللبس الشرعي. فطالما اكو مثلا ممكن يعني احد يفوت لهم كأن يكون رجال، او مثلا من خلال المعمل بعض الاداره تتواجد هناك او خياطين او مندوبين، فداخل المكان اللي احنا بيه نتخوف ممكن يكون بيه حرمه حتى الرزق اللي يجينا، فنعتمد انه يكونوا لابسين عباءات. بس احنا نتفق وياهم بعد ما يطلعون من هذا المكان لكم حريتكم بالضبط، لان احنا مع حريه الراي، ما لنا علاقه بغض النظر عن انتمائها الطائفي او الديني. كم شخص الاسلوب لبس العباءه وحب العباءه بعد ما دخل العمل؟ هواية الحمد لله والشكر فضل رب العالمين. يعني أنا من أكون موجودة داخل الأفرع وتجي واحدة تلبس العباية وتقول أقول لها أوكي، تقول لا أنا أبقى لابستها، يعني هي تجي بجبة تكون أو تجي مثلا بأي لبس ثاني تقول لا أنا راح ألبسها وأطلع. تجينا يعني شغلات يمكن ما تصدق أنه تقول أنا حلمت ودا أدور ولقيت أنتوا البيج مالتكم وإجيت أنا أشتري. فهواية كثير من البنات يعني يلبسوها ويطلعون. عندنا بالبداية احنا تفاجئنا انه عندنا توصيل، طبعا بداية الشغل انه التوصيل انا وابو نور نوصل لان العباية كانت هو موديل واحد والناس تتعرفها، فانت من تجي اما تضيف لمستك او تجي في شيء جديد، فالإجينا بشيء جديد لازم انت شلون توصلي للزبائن. فاكو بنات متحفظات تقول لك انا ما اقدر يطلع مندوب، ممكن ان يكون عائلتها ما تقدر او فشي، احنا شو نقول لهم؟ نقول لهم اوكي دللوا احنا عندنا مندوب توصل، ولي انا اطلع يا ابو نور تفاصيل بالعباء اذا كانت بنيه وما تقدر انا اللي اوصل لها واسلم لها. تجي تقول انا ما اعرف البسها، يعني اقولها اوكي من نوصل لك انا فهمت شيء، لان عندنا تفاصيل بالعباية ضفناها شويه صعبه عليهم وجديده. كنت انا انزل والبسهم اياها للعبايه شلون تلبس وشلون طريقتها. فهذا كان بالبداية. فمرة من المرات حتى نوصل تفاجأت بنية كل الشابة وتلبس لبس عادي، بس طلبت العباية تقول حبيتها وأريتها للزيارات، هي حتى ما مرتدية للحجاب. طلعت أنا كلش فاجأت عبالي لأختها للوالدة أو ممكن من خلال الصور اللي تنشر على مواقع التواصل الاجتماعي وأيضا الفيديوهات اللي تظهر وحقيقة تبدعون بها. بالتالي من الممكن تكون بوابة لإقبال الناس عليها، وحتى مثلا النساء اللي ما يحبون العباءة شلون عاملة هسه راح نحببها بالعباءة. لا ما أقول لك أنا ما أحب العباءة بالعكس، لكن مثل ما ذكرت قبل قليل إنه كل شخص ستايله. من الممكن الشخص اليوم من يلبس العباءة، أنا كفكرتي يوم كآملة أنا يوم من ألبس العباءة لابد أنه أنا أواظب على لبسها، ما ألبسها يوم أزعها عشرة أيام، وبالتالي أنا من أواظب عليها. شنو اللي يختلف مثلا؟ هو احترام لهذا اللبس. أنا من أقول لبس العباءة الزينبية فهو احترام مو لذاتك فقط، هو احتراما لنفس الاسم لزينب سلام الله عليها. فأنا لابد اليوم من ألبسها أن أكون أنا محترمة ومحتشمة، خلينا نقول احتشام كامل، إن كان بكلامي، إن كان بضحكتي، إن كان بمشيتي، إن كان بلبسي لها، حفاظ كامل. هذا تبقى مسؤولية على عاتقك. فهذا اللي تطلع الكلام اليوم. مجرد أنت تلبسيها كل هاي الأمور هي تجي. هي تجي. تدريجيا. صحيح. فتفقر من الفقرات. بالبداية أنا جيت ألبس العباية، جيت أخذ جباب، فبداية الزواج فسافر، صارت سفرة. فتفاجأت أنا أخذت مجموعة من الجباب باعتبار أنه نحتاج نبدل وما أعرف إيش. وعباية واحدة. شفت نفسي نهاية السفرة أنا لابسة بس هذه العباية. عباية. نعم. ويعني طلعت بها الاماكن تلال جبال ما اعرف ايش، رجعت انه اذا ما شفت هي عائق بس اعتمد لبستها وفشي، فيعني انه بس تتوكلين عليها وبس فعلا تقبلين عليها هي تجي كلها. من عبيكم من ضمن العباءه الجامعيه، ودائما انه انا ارتديها بالتغطيات نروح الكربلاء ونجف بزياره اربعينيه، وحتى
كثير من الامور يعني خلينا نقول خلتها بمكانها الى مكانتها انه انا ارتديها. نعم زهراء شكرا جزيلا لك على كل ما قدمتي وتعرفنا على المشروع. شكرا جزيلا. شكرا لكم وشكرا لاستضافتكم. العفو. نورتينا. نعم اعزائي المشاهدين مثل ما لاحظنا كل مشروع يحتاج لخطة ودراسة. اليوم أكو قول دائما ما أستذكره يقول لك إذا لم تكن لديك خطة ستكون مجبر أن تكون من ضمن خطط الآخرين. إذا كونت لك خطة وفكرة مشيت على نهجها راح تتقدم خطوة إلى الأمام بكل تأكيد. برنامجنا لا يخلو من الطاقات الشبابية والإبداعية. ضيف حلقتنا لهذا اليوم صانع محتوى شاهد هذا الروبرتاج نرجع بعد. اذا بعد ما شاهدنا الريبورتاج الخاص لصانع المحتوى الاستاذ احمد يعني اليوم اغلب اللي اجونا كمواهب او كطاقات هم عندهم خلينا نقول استاذ هو باستاذ احياء او مادة الاحياء وقبل قليل ست زهراء هي مهندسه فبالتالي نقول الماده اللي خلينا نقول الدراسه انت اليوم اللي تدرسها ما تعيقك انت تكون اليوم صاحب مشروع او صاحب محتوى مفيد وجميل. نرحب بضيف حلقتنا لهذا اليوم. حياك الله بكم. شكرا استاذ احمد نورتنا. شكرا جزيلا. يعني نقول لك استاذ لو بعد تخرج الصف احمد احسن. حياك الله نورتنا. بدايه اليوم انت كاستاذ عليك مسؤوليه جدا كبيره خاصه انه الطلاب يتابعونك وصناعه المحتوى يحتاج الى دقه جدا كبيره. فاليوم شلون دخلت الى صناعه المحتوى؟ دخلت الى صناعه المحتوى يعني من خلال مواكبه للتطور وللعصر كون انه احنا حاليا بعصر السرعة. احنا حاليا يسموه عصر السوايب اللي هو السحب هذا بشكل مستمر. الطالب هسه يريد معلومة سريعة، يريد كواليتي عالي، يريد صوت، يريد جودة، يريد فتشي يعني بالاخص الاحياء معروف عنها انه هي جافة يعني لغة عربية بحتة يعني ما شلون ما تحاول تخليها تونس نقدتونا صعبة خصم الكلام استاذ احمد انتم نقدتونا احنا اليوم كامهات نعاني الموضوع ايصال المعلومة اليوم لابنائنا لان يعتبرون اليوم المعلم الحكاية اللي ينطقها قانون سيف يمشي على رقابنا وبالتالي انتم اليوم اجتاحيتوا هالتكنولوجيا هالسرعة بالمعلومة اختيارك للموضوع يكون على اساس الموضوع اللي انت تنطيه داخل المدرسه ولا شلون؟ اختيار الموضوع يكون على اساسيا يعني على حسب الجمهور المستهدف. اذا كان انه انا اريد استهدف جمهور اللي هو طلاب السادس فرضا او طلاب المدارس. توصل يا مرحله انت حاليا؟ مرحله يعني ك يا مرحله تاخذها يعني كاحياء السادس الاعدادي فقط. السادس الاعدادي فقط؟ اي نعم. اصعب مرحله اصعب مرحلة. لا للأمانة مجرد يعني هاله داير ما داير هالصف هذا استاذ الله يخليك الوراثه الوراثه دمرت الوراثه اجمل شيء بالاحياء بالسادس الوراثه لا يحتاج لها يعني تركز يعني الوراثه هي تعتمد على الاحتمالات يعني عباره عن احتمالات ممكن 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 مثل مكعب اي نعم مثل مكعب الروبكس هذا فممكن تفره باكثر من طريقه وكلهن يرهمن فنرجع على مساله الاستهداف اللي هو اذا انا اريد انه للطلاب مالت المدارس فراح يكون اي من موضوع من داخل منهجهم نسوي له فد تحويره سويتش بسيط وبعدين اطلقه. اما اذا كنت اريد لعامه المجتمع يعني خلينا نقول لمحبين التعلم لمحبين الاحياء بصوره عامه فلا لا ممكن راح يكون اكو فد فيديو هيك شوي غريب يعني الموضوع مثلا عندي فيديو كان اخطر عضه ممكن تتعرض لها يعني طيب ما دام ذكرنا الغرابه يا ريت تذكر لنا من خلال سواء احيائيه وغير احيائيه هي اغرب اغرب فيديو او معلومه ممكن نقدمها من خلال البرنامج حتى نصدم الناس ماشي اكو واحد هو انتشر على تيك توك صار تقريبا 600,000 واكو واحد بعد ما ناشره لحد هسه اللي انتشر كان يحكي عن انه اخطر عضه ممكن تتعرضها هي عضه الانسان يعني في البدايه يقول يعني ممكن حشاكم كلب او مثلا ثعبان او شو شنو بعدين كلهم لا الانسان لانه مجرد سويت فتحويره بسيطه انه بداخل فم الانسان اكو بكتيريا استافيلو
كوكس اوريوس او ستافيلو اوريوس كوكس. المهم هاي البكتيريا جدا مسالمه وجدا طبيعيه، لكن بمجرد انه تفوت لمجرى الدم عن طريق يعني العظ او فرضا نشوف مثلا اللعاب يلامس الدم هذا راح شويه تسوي مشاكل التهابات. شنو بترسخ بالبال؟ مستحيل تنسى هالمعلومه ابدا. اي فانت من تقول اخطر عظ فكانت التعليقات راح يجيب بالي سواريز مباشره. سواريز فعلا كانت بالتعليقات سواريز سواريز سواريز. فعلا بس هو يعني اذا تجيها هي فعلا مو اخطر عظ يعني، بس هي تنبع خطورتها خلينا نقول من عدم اهتمامك لها. اوكي عظني فرضا طفل وطلع شويه دم، ما راح اهتم للعظه نهائي، راح اسوي هيك وانتهى الموضوع. ورا شويه راح تلاحظ انه ورم بسيط، او فرضا اذا كانت العظه اكبر، او فرضا شلون مال سواريز اللاعب ذاك راح قاعد 6 اشهر يمكن. ايه فتسبب مضاعفات اكبر. جيد. اليوم اكو خلينا نقول فد هدف معين، قصه معينه خلت اليوم احمد يسلك هذا المسلك، مسلك التدريس او مسلك التعليم. مسلك التدريس والتعليم للامانه ما كان ببالي يعني لفتره قصيره يعني. يلا بلش الموضوع ببالي. شو كنت بلش؟ الشهر التاسع العام. ما صار لك هواي؟ ما صار لي هواي لا. بس يعني من زمان هو انا كان شغلي السابق انه كمدرب صالات، فكانوا يجون فرضا الناس مثلا يسالني البروتين شنو اللي اخذ فرضا، او التغذيه شنو اللي اخذها، فهاي فد شيء هو من الاحياء يعني. هو الاحياء هو تقريبا كان حديثنا قبل شويه قبل الكواليس. اي نعم، فهذا شيء هو من الاحياء. فرضا يجين هو شخص بسيط مثلا او غير متعلم، او مثلا تارك المدرسه بس هو مجرد جاي داخل صاله جيم، فكنت اقعد لازم القى طرق انه شلون افهم هذني بدون ما اتخلى بالمصطلحات الصعبه حتى ما يتعقد. ما اريد اعقده. فتحول الموضوع من هيك الى انه اخوي كنت انا ادرس بيه وهاي، وكنت استخدم نفس الطريقه الى ان بعد لا خلاص هذا هو انت التدريس تعال ورطوني هلا بيك. تدريس تدريس حاليا داخل مدرسه ولا تدريس بس؟ لا بس معاهد. المعاهد مال بس معاهد. نعم. ايش قد بالنسبه لرواد احمد ايش قد يحبون يتابعون اليوم احمد كفيديوهات كاستقبال معلومه كالاستفاده خاصه بموضوع سلس يعني علمي؟ ويا ريت الدرجنا تنزل لنا شويه لان يعني هو عدد الطلاب. يعني اذا خلينا نقول نسبه استجابه خلينا نقول الجمهور اللي قاعد انشره، بحكم انه انا ببدايتي، بحكم انه الارقام متواضعه، لكن هي جيده بالنسبه للتاريخ اللي بلشت به لحد هسه. ما صار لي تقريبا اقل شهرين. جيد. بس خلينا نقول طرق تسويقيه صحيحه، محتوى صحيح، كواليتي ممتاز. هذا يعني هذا الشيء يعني اعطي الفضل الى اصدقائي اللي هم كانوا اصحاب المعدات اللي هو تحياتنا لهم اشرف واحمد علي. تحياتنا. وبالاضافه للدعم الكامل من الام والاب يعني من ناحيه الدعم المعنوي وحتى المادي يعني الله يحفظهم. من كنت انه احتاج على مساله ماديه هم كانوا الامانه كانوا موجودين. نرجع لمساله استجابه الطلاب، اي فعلا كانوا مستجيبين بشكل جدا قوي، اللي هو بلشوا انه ها يلا خلينا نغير نظرتنا عن التعليم، خلينا نغير نظرتنا عن المواد اللي دخلت للمدرسه، هاي المواد المكروهه الجافه الصعبه. دخلت لك احدى الامهات وقالت لك استاذ احمد اتمنى انه تشرح لنا فلان ماده صعبه علي وما دا يفهمها ولا دا اقدر انه انا افهم ليها واوصل يعني. انا جت التقت بيها شخصيا يعني. طلبت مكان والتقت بيها، فكنت اتمنى مجرد سلام بيناتنا ويجي، وبعدين طلبت قالت انا عندي عدة مواضيع انا قاعد اراقب بنتي، بس هذني المواضيع انا اصلا ما اقدر لا اخليها تسمعني مثلا تقراها وتسمعني، ولا اقدر انا اقري لها لانه صعبات. وكنت شرحتها انا وكنت على ستوري وثبتتها هايلايت. طيب اليوم على ابواب امتحان السادس الاعدادي، فبالتالي ما ننساكم طبعا خلال البرنامج، تحياتنا لكم اكيد. هذا الخوف اللي عايشينه احنا، دعانا من القلب للقلب، لكن عليكم تقرون همينا مو الدعاء. نعم. فالسادس الاعدادي ممكن يحتاج لاكثر من نصيحه، اكثر من توجيه، شلون مثلا كطالب سادس وهذه الماده المتراكمه كيف ينظم وقته حتى انه يدرس ماده الاحياء؟ شنو النصيحه اللي تقدمها له؟ استاذ العزيز انت مريت بالسادس وانا مريت بالسادس وهذا الرجل مريت بالسادس، فانه السادس هو مشكلته يغلب الطالب قبل لا يفوت للامتحان اصلا. اي يعني كميه توتر اي كانه داخل على مستوى الوحش، انت هيك فد لعبه وراح تضبها طبيت على الوحشاني واني ما مستعد واني ممكن راح نقول اخرب كل شيء، لانه هو بهذا العمر يحس انه هذا قرار مصيره على عاتقه. صح. وهو يحس نفسه اصغر من انه ياخذ هيك قرار مصيري، سواء على كان مستوى معدله وقرايته له يعني كثقه بالنفس،
وعلى مستوى انه بعدين اختار تخصص الجامعي. ترى يعني اذا تشوفون انه اغلب التخصصات الجامعيه جاي الناس تشتغل غير شغلها، غير شغلها، لانه انت اختاريت هذا التخصص الجامعي وانت عمرك لك. وحتى عمرك 17 او 18 سنه، وان كانت رغبتك فبالتقدم العمر تتغير، ممكن حتى الاهل يدخلون برغبه. نعم هذا نعم جدا غلط. نعم انا وايد تجيني رسائل انه يا اهلي اللي يدخلون علمي، اهلي اللي يدخلون صناعه، اهلي اللي يدخلون مع العلم الاهل يعني من المفترض انه يدرس حاله ابنه او بنته. شنو توجهها؟ انا ما لي علاقه ببنت خالته ايش راح تصير، ما لي علاقه ببيته ايش تريد، ما لي علاقه بعمه ايش يريد من عنده، انا علاقه بفكره عقله توجهها. عندي طالب انا اليوم توجهه علمي خليه علمي، عندي طالب توجه رياضي، فأنا ليش أغصب أنه يدخل علمي أو أدبي وبالتالي يضيع المشيدين لا من هاي ولا من هاي؟ بالضبط. هو هذا يندرج تحت خلينا نقول مثال، إذا حكمت على السمكة بالركض فهي فاشلة. ماشي؟ جيد. فهو ماكو شخص خلينا نقول العفو مو ذكي أو يعاني من غباء أو شيء نهائيا، ولكن أنه الاستخدام يختلف، الذكاء مختلف. الذكاء أكو مثل ما ذكرت حضرتك ذكاء جسدي، أكو شخص تلقاه ذكي رياضيا جسمه كأنه يستقبل أنه يكون رياضي، تلقى شخص ذكي عاطفيا يفتهم عاطفة الناس، ذكي بالعلاقات العامة وأنه يدخل. بالمناسبة ترى هذه الاختلافات هي اختلافات جميلة جدا أرادها الله سبحانه وتعالى. صحيح. لأنه كنا أطباء، منو عامل النظافه؟ بالضبط. من المهندس؟ بالضبط. من المدرس؟ هذا المثال تقوله منه اشرح النسيج مجموعه خلايا وانسجه فكل واحد متخيل لو كله نفس النوع مال الخليه راح يصير يعني باعتبار كانه مجتمع كله دكاتره، ايش راح يمشي هذا المجتمع؟ انا احتاج الطبيب واحتاج الدكتور واحتاج المهندس واحتاج عامل النظافه. هي المشكله احنا مشكلتنا الاساسيه من الاهل حقيقة. يعني الأهل دائما ما يركزون على أنه الأقارب وقرانة. مع العلم هي المقارنة ابن خالتي أكثر شيء تدمر الإنسان. إذا قارنت بفلان حتى يكره المقابل. صحيح. إنه إذا قارنت يكره المقرون به يعني راح يشوفه أفضل من يمه. شوف أختش الكبيرة أحسن من عندك. طبعا بالتأكيد هاي الحالة النفسية جدا كبيرة إحنا نفتقدها. وين بالخارج أكو يسألون مثلا طلاب شنو تحب شنو كذا فيوجهون لهذا الجانب. أما إحنا نحتاج مثل هذه متواجدة بالعراق سواء بالمدارس بالمعاهد يسألون الطفل يشوفون توجهه وين. حتى اكو برا الذكي، الذكي ما يخلونه يم اهله، ياخذونه بمكان يستفادون منه اولا. كثير عراقيين شفناهم على مواقع التواصل الاجتماعي يعانون من هذا الجانب اللي مغتربين ياخذون ابنه ما متعودين على هيك شيء، لانه يعني مستوى على اساس العقلي اعلى من اللي اقرانه ويخافون عليه وكذا هيك من هذا. من ناحيه قبل شوي قلنا انه الاهل اللي يقع على عاتقهم الاكبر، اول شيء شفت انه هم مسؤولين عن ترويعه وتخويفه من السادس. صح. هاي ثانيا يستخدمون الابتزاز العاطفي. إيه. اذا ما نجحت، اذا ما جبت لفلان معدل، اذا اذا ما اجيب لك سياره، ما دخلك الكليه الفلانيه، وما اشتري لك، وممكن توصل لما سمعت امها تقول ما ارضى عنك ولا شو اسمه ويتش يعني على مستوى هذا. اليوم ده اسمع لمحاضره احد اطباء النفس. نعم. فشو يقول؟ يقول انا يا اولادي ابدا ما اقولهم انه نجحوا واجيب لكم فلان شيء. هذا ابتزاز عاطفي. نعم ابدا. نعم. يقول انا شنو اخلي النجاح عنده شيء عادي. نعم. مفروض عليك تنجح انت بدون هديه، بس انا اجيب له بالمناسبات هديه. نعم. اجيب له بالاعياد هديه. نعم. احاول اراعي هذا الجانب اكثر ما راعي انه انا ابتز عاطفيا. نعم. حتى انه يقدم لي فد شغله. نعم. راح يبقى طول حياته انه راح يسوي لي فد شيء مقابل شيء. انا ما ترغيب وترهيب يستخدم هذا الموضوع. صحيح. انا نفس الشيء انه انا والدتي كانت تستعمل وياي هذا الاسلوب، يعني اللي هو كانت حكايه تغثني، بس بعدين من كبرت انه عرفت انه هي صحيحه. يابا ان نجحت فهو نفسك، وان فشلت فهو نفسك، ولا انا المستفاد شيء ولا انا الخسران شيء. هاي دائما استخدمها بهذا. نعم. الموضوع واللي فادنا اللي انتم فتونا به. اقول انه عندك اليوم اقول كورونا فادتنا به كثير من المواضيع. عندك ايباد، عندك تليفون، وعندك مدرسة، أنت تروح تدرس بالمدرسة. هسه ما افتهمت على الأستاذ اللي انطاك المادة، أكو شيء اسمه يوتيوب، أكو كثير من الأساتذة ينطوك الدرس، روح عليهم. ما افتهمت من عندهم، وصلت مرحلة بعد كافي، ارجع لي. أمانة هذا موضوع جدا مهم. أنا دائما يعني نقول اعتمد على نفسك بالتدريس لتجيني. خلينا النقطة الأخيرة بموضوع التعليم. نقطة مهمة جدا موضوع التدريس، يعني حتى حلوا لنا أزمة مال التدريس الخصوصي هواي من الأموال. يعني مو بس هذه تخليك اليوم طفل يعتمد على ذاته، على نفسه. صحيح. يكتشف. كثير من البلدان الأوروبية يقول لك الطالب أنا أعطيك المعلومة، تريد بعد تبحث عن معلومة أكبر؟ أعطيك راس السطر. أنت عليك الباقي تكمل، أنا ماني علاقة. هذا الشيء حتى شفناه من خلينا نقول من كنا بالجامعات، يعني هو الجامعة مجرد نعطيك الهايلايت مالت الموضوع
ورا هذا يعجبك انت تتقدم قد. انت مؤهل لانه عندك بكالوريوس لفلان حسن. ماده صحيح. روح كمل بحوثك فيها ممكن تصير ماجستير ودكتوراه وغيره وغيره. هذا الشيء هم ينطبق على طلاب مات المدرسه والله. يا ريت هم انا مو تختص بالسادس اختصت الاول والمتوسط والثاني والثالث والرابع والخامس. هذا جانبي عيتها من الان. استاذ احمد شكرا جزيلا. شكرا جزيلا لكم. شكرا للاستضافه. ان شاء الله موفق يا رب العالمين. اشكرك اني سالمين ان شاء الله. شكرا جزيلا. اسم الصفحه ممكن انه هو احمد صدام. احمد صدام بالعربي؟ بالعربي. اي نعم. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. اذا ممكن تتفضل يعني مو مشكله. خلينا نختم احنا وياك. نعم اعزائي المشاهدين وصلنا الى ختام جولتنا لهذا اليوم، الختام مع شكرا لك علي حسار ثاني مره وياي ومره ثالثه ويا ابتسام. نعم. شكرا لضيفنا صاد احمد وشكرا لست زهراء القريشي. كل التحيه والحب والاحترام لكل من تابع حلقتنا هذا اليوم ولكل من له مشروع حتى وان كان صغير. التحيه لكم اينما كنتم ومنتقى ان شاء الله يوم غد في نفس الوقت. في امان الله.